أتريد معرفة الجحيم بكنهها؟ إن الجحيم لصحبة الجهال. أتريد معرفة الجميل بخلقه؟ إن الجميل لمصطفى سعيد. مثال للإنسان الحقيقي ونموذج لأصالة الفن العربي تسمعه الآن في كل مكان إلا في العالم العربي إلا قليلا. رحم الله عمر الخيام. إن الجحيم لصحبة الجهال. ينفض التراب عن تراث الأسطوانات العربية نحو الأخلد، وينفض الإحباط عن غصة الثورات العربية نحو الأجمل. بصره وبصيرته بين هذا وذاك على آلهة من خواء سقطت وأخرى في الطريق. يا عيني 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 على الآلهة بقوا فرجة للسياح. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الآلهة بقوا فرجة للسياح. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على الآلهة بقوا فرجة للسياح. ياللي بنسر وسفين فرحان ومتكبر، الشمس تدعى الغزالة في اللغة فاعلم، وبالغزالة المضيئة في السماء بحلم. غزالة ممكن تبين طبعها الوحشي، ما يغركمش الأسامي ورقة المبسم. غزالة ممكن تبين طبعها الوحشي، ما يغركمش الأسامي ورقة المبسم. دي شمس واللي كتفها ما يفلحش، دي شمس واللي كتفها ما يفلحش، ومصر حلفها تتحرر هتتحرر. ولد في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة عام 83. في طفولته تعلم الموسيقى على يد أستاذ أيرلندي نصحه بعد هذا بأن يتعلم موسيقى قومه، فذهب إلى حلقات الإنشاد الديني في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا. اضطر في مراهقته إلى الاختيار بين السباحة والموسيقى، فاختار هذه وأسس وهو في العشرين من عمره فرقة أو مجموعة أصيل للموسيقى العربية المعاصرة. إلى علم الموسيقى والعزف على العود والغناء، غاص في أعماق التراث الموسيقي، فانتقل إلى بيروت عام 2010 مديرا لمؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية أمار. بعدها بقليل وجد نفسه في ميدان التحرير ثائراً عازفاً مغنياً يتطلع إلى حياة أكثر أملاً في بلاده. اليوم يمنع فنه رسمياً وترجأ آماله وأحلامه، بينما يحتفى به في أماكن أخرى كثيرة حول العالم. حديثاً استقبلته برلين في ألمانيا، فأسعدها بليلة من التراث العربي يرفع الرأس ويبعث على الفخر. مصطفى سعيد، أهلا بك مصطفى. أهلا وسهلا. سنوات طويلة ما... إيه والله زمن. يلا الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. سلمت وعلى سلامتنا جميعا. في حاجات كتير قوي لازم نتكلم عليها، لكن خليني أرجع للحفل الرائع اللي أنت كنت نجمه مع مجموعة أصيل حديثا في برلين. قبل ما ندخل في بعض نماذج من اللي تم تقديمه في الحفل، انطباعك سريعا على
زيارتك لألمانيا والطريقة اللي الناس استقبلتك بيها. هو من 2010 وأنا سنوياً عندي ورشة عمل صيفية في ألمانيا، وهذه ثاني مرة لي، يعني تاني حفلة لي في برلين من حوالي 3 سنين. قدمت حفلة مع فرقة مصغرة قصير يعني، والسنة دي يعني الأمسية اللي كانت فيها كل مجموعة أصيل، ولا يعني أعتقد الناس كانوا يعني أتمنى إن هم كانوا كويسين، يعني إحنا كنا مبسوطين. وأنا دايما بقول للناس إنه إذا إحنا مش مبسوطين الناس مش هتنبسط. أنا عندنا يعني بعض من اللقطات اللي يعني حفاوة الناس بيك عند نهاية الحفل، لكن أنا شخصياً أنا توقعت قلبي في رجلي في وأنت بتختم النهاية خالص، وكان في لحظة يعني لحظة رعب شوية بصراحة. لو رجعنا يا جماعة من أول الفيديو يا ريت نشوفها، لأنه أنت ليك طريقة في النهاية والجمهور تفاعل معاها بعدين وقدرها. خلينا نشوفها من البداية. دي حاجة ترعب. انت وقفت بتاع دقيقة خالص، الناس مش عارفة تسقف ولا ما تسقفش، هتكمل مش هتكمل. هي نهاية توحد، نهاية العمل توحد، فهو بيخلص كده فعلا، هو بيخلص كأنه ما خلصش. توحد دي كلمة شوية محتاجة توضيح، لكن قبل ما نروح على توحد، مسيرتك الفنية طويلة برغم يعني صغر سنك، حتى الآن ليك 4 ألبومات، كان أولهم رباعيات الخيام وبعدين أصيل. أصيل كان سنة كم؟ 2009. وبعدي بوردة سنة كم؟ 2014 ولا 15 مش فاكر. 2014 2015. وأخيرا توحد اللي حضرتك. صح. يعني إيه بقى توحد؟ توحد هو عمل يعني هو حتى هذا العمل أنا كنت متردد جداً أخرجه ولا لا، لأنه أنا ما بحبش أنه أنا أطلع أعمال غير لما أكون في لحظات أنا مبسوط فيها. لكن توحد هو مجموعة يعني أنه كل الخواطر اللي إجت في لحظات مش كويسة، فلما عرضته على المجموعه قلت لهم يا جماعه انا ما عنديش مشكله ان هو ما يطلعش خالص، انه انتوا قرروا، لانه انا فعلا ما بحبش ان انا اذي الناس بالموسيقى بقى. فقرروا انه لا لازم يطلع، وهو يعني جزء منه في لحظه انه ومن وانا قبل ما اطلع من مصر، يعني في لحظه كنا متاخد المظاهرات، بعدين جزء منه 28 يناير، جزء منه ما بعد، يعني آخر شيء انكتب فيه هو في لحظة الخوف اللي هي كانت مصاحبة لعشرينات يونيو 2013 وما بعدها بعد ذلك يعني. اسمح لي أقدم للناس، لأنه في أثناء الحفل اللي أنت عملته في برلين الأستاذ كمال قصار هو صح. هو مؤسس رئيس المؤسسة. نعم. المؤسسة اللي حضرتك مديرها وتعنى بحفظ التراث وإرشافة التراث العربي الموسيقى العربية، هو اتكلم في مقدمة الحفل وقال ليه مصطفى اختار الاسم ده تحديدا. صح صح، هو ما أقولك أنه لما انكتب is a composition of Mustafa Saeed, an instrumental composition of Mustafa Saeed called Autism. Why it is called Autism? Mustafa Saeed has read an article by Ala Abdel Fattah, a political prisoner, in which he talked from his cell of the state of being autistic and enclosed in oneself with the feeling of being different and consequently distant.
This special emotional state has evoked an instrumental work that takes from the state of autism and dives into the depths of the self and the psyche to create a new music. علاء عبد الفتاح تحديدا هو كان ملهمك في صح في الاسم صح وهو يعني صديق زي كما تعلم يعني كل العيلة وكل اللي يعني هو نموذج للي حصل لنا كلنا يعني واللي لسه بيحصل لنا الله يسلمك. لا احكي لي اكتر يعني بلحظة الابداع دي لانه في واضح انه تزاوج هنا ما بين المبدع وبين المواطن العادي بكل الأحاسيس والانفعالات المركبة والمعقدة اللي مرينا بيها جميعاً في الكام سنة الأخيرة. هو خلينا في المواطن العادي لأنه مبدع يعني كبيرة قوي يعني مش للدرجة دي يعني بس هو بالضبط هو الحالة اللي احنا كلنا عدينا ولسه بنعدي بيها وحالة ان هو اشمعنا دول يدفعوا الثمن اشمعنا الى اخي وليه اصلا في ثمن يندفع احنا عملنا ايه وكل ومش بس يعني مش بس بقى على الصعيد المباشر لمساله توابع الثوره انما لا المساله اجتماعيه بحته ومن هنا يعني حتى بسبب يمكن هذا العمل او بسبب مقالات او بسبب مقال اصحابنا الى اخي يعني كل هذه المقالات اللي حصلت لهذه الاسباب انه ارتقيت انه الاصلاح فعلا اجتماعي بحت ما لازم الناس تعرف مين هي مشكله قطاع كبير جدا من الناس هم مش عارفين مين هم بي بي بيتحقنوا شعوبيه وقوميه ما معدومه القيمه حرفيا يعني وهم فعلا حقيقه هم مش عارفين مين هم كويسين بس هم كويسين بان هم بيتحقنوا ان هم كويسين وليس بان هم عارفين ان هم فعلا كويسين وليه هم كويسين فهم تلاقيهم يعني محزوقين قوي ويعني بيقولوا ان احنا احسن ومش احسن ومش عارف ايه لا وهم اصلا مش عارفين هم مين فمشكله انت لفيت كتير ويمكن السنوات كمان اللي فاتت من 2010 كان بيروت هي كان المستقر الاساسي لا من قبل كده بكتير من قبل كده كمان من قبل كده بكتير بس انا كنت بدرس فكنت بلف على طول بس استلمت اداره المؤسسه في 2010 نعم عملا يعني بس قبل كده كنت موجود اوكي يمكن عشان كده كمان حسينا انا لفت نظري كمان من مما قدم في الحفل الأخير في برلين أغنية لها علاقة بالوطن والإحساس به وطبعا ده يعني بينطبق على خارج الوطن واللي داخل الوطن لأنه بعض الناس حتى داخل الوطن بيحسوا بغربة مش كده؟ صحيح صحيح طب خلينا نسمعها بعد إذنك ونتكلم عن المشاعر المعقدة دي هل ترى ترجع الأوطان كل أغنية مصطفى بيعملها ليها حكاية كل يعني فتفوتة من التراث مصطفى بيتشد ليها لسبب معين إيه حكاية الأغنية دي؟ هي يعني المصادر المكتوبة ما بتقولش عنها أي حاجة إنما مشايخنا يعني والتناقل الشفهي وبعض إشارات بسيطة جدا خوفا يمكن من الرقابة آنذاك بتقول انه هذه الاغنيه اتعملت وقت اللي كان عبد الله النديم مطارد بعد حركه احمد عرابي وبعدين احتلال غزو مصر في 82 و اتعملت للبلبل جاني وقال لي اسمح بوصلك يا خلي نايم بيقول يا هل ترى نرجع الاوطان ليه يا حمام بتنوح ليه فكرتني بالحبايب يا هل ترى نرجع الاوطان ولا نعيش العمر غرايب
فهي معمولة عشان يعني الناس اللي كانوا سواء منفيين أو الناس المطاردين وقتها يعني. هم كتار اللي من دول؟ كتار. الحالة أقول لي بس يعني طيب الحالة ما تغيرتش. أنا لفت نظري في الحفل بصراحة لا استمتعت بيه لأبعد الحدود رغم أن احنا كنا مشغولين كفريق عمل يعني في تظبيط التصوير إلى آخره. المقطع بتاع يا حمام بتنوح ليه وطريقة أدائك فيه إذا ما كانش عنده مانع عندك مانع ممكن أنا قلت نسمعه في الاستوديو أحسن إذا ما كانش عندك مانع ممكن؟ حاضر تفضل. الأوطان ولا نعيش العمر غرايب يعني هو جزء من دور طويل يعني زي ما سمعت ممتع كان بودي والله يعني يكون عندنا فرصة نحن نزيع كله أو نسمعه كله منك لكن ده كان في الجزء الأول من الحفل اللي هو كان يعني بتسموه وصلة نعم يعني إيه بقى وصلة ممكن ندخل بقى في شوية ثقافة موسيقية بعد إذنك حاضر الوصلة هي النمط اللي كانوا الناس يعملوا بيهم سهراتهم الموسيقية في الموسيقى الفصحى وقت اللي كان في موسيقى فصحى يعني خلاص الموسيقى دلوقتي أصبحت عامية ومش مجرد عامية استهلاكية خلاص الموسيقى الاستهلاكية هي اللي طغت يعني قضي الأمر حصلوا لما كان في موسيقى فصحى كانوا يعملوا مجموعة من الوصلات يجمع كل وصلة منها مقام واحد فهو عاملة كده زي كتابة المقال كأنه في الطرح ونقد الطرح يعني المتن يعني والمحصلة تمام فهذا الطرح كان إن هو بيسلطن المقام في ودن الموسيقيين كلهم ودن اللي بيسمعوا فيعمل يبدأ بعمل الطرح هو يعني صلب العمل متن العمل زي لا ما تقول يعني المقدمة يعني المقدمة هو يعني الطرح يعني المجرد المقدمة الاستهلال طيب وبعدين تمام؟ والمتن والمتن اللي هو بقى فيه بقى بيتحول من قمة الثبات لقمة الارتجال بيحصل يعني ارتجال على نفس المقام وحوار بين من جهة بين الموسيقيين بعضهم وبعض ومن جهة تانية مع الجمهور وقتها بقى كان في جمهور وسميعة وعيد دي وكانوا بقى يفهموا وحتى مثلا في الموال كان مثلا لما يقول يا حادي يا العيس خليني أسير وحدي للي فاتوني وخلوني فيقوم الجمهور مثلا اللي تحت يقوله أسير وحدي يعني خلص تمام مثلا فهو الـ يعني كان الجمهور بيتفاعل فكان في حوار بين الموسيقيين بعضهم وبعض والجمهور وكل وصلة كانت بتكون من مقام يعملوا ثلاث وصلات وبالأخير يختموا بقصيدة قصيدة بقى يكون فيها أشبه ما يكون بالذكر معظمه كان بيكون من الشعر الصوفي على الأرجح يعني في معظم الأوقات وكانوا الناس بيشاركوا فعليا يعني في هذه القصيدة
طيب انا لاحظت يا مصطفى انه في برضه في اثناء الحفل كان في الشيء اللي انا كنت متخيل ان هو فولكلور، وفي حد من المبدعين جاء واخده وقدمه بشكل معاصر في وقته. يعني على سبيل المثال اغنيه يا نخلتين في العلالي اللي عملتها ورده، غنتها ورده مش كده بعدين؟ اه ورده لكن في الفيلم بتاع المطار. اه تمام. اه لكن سكرت. لكن قبل كده هي حاجه من الفولكلور والتراث مش كده؟ هي من حصيلة العوالم. العوالم بالمعنى العالمة حقيقيا، يعني اللي هيقرأ المقال اللي مكتوب في إصدار العوالم هيعرف أنه تتبعنا مصدر عوالم عالمة من يم اتفاق اللي كانت يعني اللي ذكرها يوسف بن تغري بردي أو في بدائع الزهور في وقائع الدهور بتاع ابن إياس، أنه كلمة عالمة كان لها علاقة فعلا بالمغنية ومش العالمة بمفهوم حسن الإمام، يعني مع كامل الاحترام لأفلام الستينات يعني، بس غير كانت فعلا. فهو حصيلة تانية لها علاقة بالنساء، حصيلة غنائية لها علاقة بالنساء، وكانت برضو راقية يعني مش فيها من الشعبية ما فيها، لكن كمان كانت بتغنى في الإطار الفصيح أيضا. أنا حسيت فيها كمان روح القرية المصرية. طبعا بعد إذنك خلينا نسمع جزء من ترجعوها من أولها يا جماعة. وكان معاك الصوت الأساسي اللي كان بيغنيها الفنانة سلوى خليل. نعم سلوى. نعم خليل. نعم يا نخلتين في العلالي اللي هي الأصلي بالكلمات. نعم الأصلية. نعم. بس احنا يعني هناخد مقطع صغير. نعم. وبعدين نشوف رأي مصطفى تاني فيه. مصطفى. هي كده. ده اصل الاغنيه عشان بس الناس ما يشتمولهاش. لا مالناش دعوه. دي يعني احنا المصدر بتاعنا هو عده تسجيلات، يعني اكتر من 5 تسجيلات ما بين الاسطوانات الشمعيه اللي اتسجلت في اخر القرن 19 1898 تقريبا لحد يعني نص يعني العقد الاول من القرن العشرين 1906 1907. فدي المصادر اللي احنا تمن لجلب الكلام. يعني فرق فظيع ما بين المجتمع في وقتها والمجتمع دلوقتي. طبعا بس المساله كانت تثقيفيه وليست اغرائيه. يعني كانت هذه الاغاني بيستعملوها لتثقيف العروسه مش للاغراء او مش الصوره اللي كانت تصور في ستينات القرن العشرين في السينما يعني ابدا. انا كنت اسمع اغاني زي دي في البلد انا المولود فيها، انا مولود في قريه. نعم. يعني هل دي ده فولكلور ولا 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 ابداع مرتبط بوقته وبدا فين؟ بدا من القريه ولا بدا؟ لا شك ان هو طالع من القريه، لا شك ان هو طالع من الريف، بس الفرق بينه وبين الغنى اللي بنسمعه في الريف حتى في وقتها هو انه ده اصبح خلاص غنى متقن، يعني في تمارين، في مش مجرد يعني مش عفوية، مش مزامير أو مش لحالة. لا هي فعلا غنى متقن بيغنى في بمناسبة وأصبح حتى بدون مناسبة، يعني أصبح ضمن الرصيد الفصيح خلاص قضي الأمر يعني. يا ما أحلى الإبداع لما يكون مرتبط بالتاريخ، درس تاريخ متنقل. وإحنا بنتكلم عن ده، المكان اللي أنت عملت فيه الحفل دعيت من قبل مؤسسة ألمانية هنا، كان كنيسة ألمانية عريقة بنيت عام 1830.
احنا شايفين لقطات منها. الكنيسة دي دمرت تماما أثناء الحرب العالمية الثانية، والألمان لسه بيعيدوا بنائها لحد دلوقتي، وبتستخدم لحفلات زي دي. أكيد كنت على وعي بيها. إيه في حاجة بتميزها من ناحية العرض أو الإبداع فيها داخلها؟ الصوت. الصوت، يعني هذه الكنيسة يعرض فيها أوركسترات باروك أو موسيقى حجرة معاصرة، وكون هم جابونا فيها مش في قاعة يعني من اللي هي بيكونوا مقفول، يعني أشبه بنايت كلاب منها بقاعة، لا يعني فده فهم جابونا في قاعة فعلا صوتها عظيم. يعني الميكروفونات اللي كانت قدامنا هي كانت للتسجيل وليس للسماع، يعني ما كانش فيه تكبير للصوت. الصوت اللي كان الناس كانوا سامعيننا كانوا سامعيننا بس مننا احنا، والجمهور كان سميع بصراحه. إيه والله. خلينا نلطف إيه. شويه في الجزء الاول المرتبط بالتاريخ. يعني انت امبارح اشرت في اثناء او يعني حديثا في اثناء الحفل اشرت الى انه في اغنيه بعينها لا علاقه بالاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، وان هي كتبت يعني على شرف او تعضيدا لبعض من رموز مصر في تلك الاونه. صحيح صحيح. وكانت اغنيه نسائيه، يعني اقصد كان في الرصيد الرجالي، وكان في كمان الرصيد اللي هو النسائي اللي هو زي الظهر قطع اوصالي مثلا اللي اتكلمت عنها امبارح، والبلبل جاني اللي كنا غنينا منها جزء من شويه. البلبل جاني دي كانت بتغنى في بلاط الخديوي، يعني كانوا بيضحكوا بيها حتى على الخديوي. والله ايه. طب ممكن نسمع ولو حتى جزء صغير منها بعد اذنك؟ الظهر قطع اوصالي. حاضر حاضر. نفس اللحن ده اللي هو في عصر الاستشراق الموسيقي في النص الثاني من القرن العشرين، أو خلينا نقول يعني تطبيقا لمقولة ابن خلدون المغلوب مولع بتقليد الغالب، بقت أذين العابدين إلى آخره، وغنت على أوركسترا سيمفوني وكده. يعني. ما أشبه الليلة بالبارحة، مش كده؟ يعني دي كتبت في الناس زي محمود سامي البارودي على سبيل صح المثال. صح صح. نعم. لما بعضهم نفي بعضهم سجن. صح. ويمكن ده هيخليني يعني أعبر كده أستخدمه كجسر للعودة مرة أخرى إلى التوحد اللي هو كان إلهامك فيه هو علاء عبد الفتاح. نعم. السجين السياسي المصري. في بداية الجزء الثاني من الحفل اللي انت عقدته في برلين دخلت في الناس دخلة جامدة بالتوحد، وأنا يعني شخصياً أنا يعني بحاول يعني أعرف حاجة أو اتنين عن المزيكا، لكن أنا هديك الفرصة دلوقتي مرة تانية لأنه كان في تفاعلات كتير مختلفة وانتقالات من آلة إلى أخرى، وأحياناً حسيت أن أنا يعني أرواح وإشباح حاجات كده. فيعني عايزك مرة أخرى بس من الناحية الموسيقية المهنية البحتة، يعني ناخد بيد الناس قبل ما نسمع بعض النماذج منها إذا سمحت، وخصوصاً مع فريق أصيل زي فريق أصيل. هو بص هو مبدئيا هذا العمل لولا هذه المجموعة
ما كانش هينفذ. يعني اذا هم بيقولوا تاليف مصطفى سعيد الى اخره، فهو لا ضافر كل واحد من المجموعه برقبه 10 زي ماشي كلهم. يعني انا متاكد ان كل واحد بيقول نفس الحكايه برضو عليك يا مصطفى. اكيد يعني استغفر لا والله بس هم يعني فعلا كل واحد فيهم كان في يوم من الايام، يعني صحيح انه كلهم عدوا عليا طلاب لكن او معظمهم يعني عدوا عليا طلاب، لكن يعني فعلا كلهم ما شاء الله بقوا احسن مني والله، وامسك الخشب يعني. وهو هذا العمل هو في قمه الجماعيه وفي قمه الفرديه، بمعنى انه كل واحد لازم يكون قادر يطلع اللي في نفسه فعلا وبدون خجل دايما. يعني دايما كلنا بنقول لبعض كده انه خلاص اللي عايزين تطلعوه على المسرح ساعتها طلعوه، اللي يطلع يطلع حصل خير. وهو يعني ده مش كلامي، كلام حد تاني يعني، انا استغفر الله وانا اكون قاصد اقول ده على نفسي. حد بيقول انه هو عمل تماما عربي ومن ضمن المنظومه النغميه بتاعتنا وتماما معاصر، بمعنى ان هو ما هوش يعني ما هوش قالب قديم، ما هوش شكل كتابه قديم، لكن ما هو ما فيهوش اي عنصر استشراقي او عنصر يعني استعماري، يعني تاثر بالغرب او الى اخره. وده من تاليفك انت، من تكوينك انت الموسيقي وتوزيعك، لانه في تداخلات كتير قبل ما اخد الناس. بس انا في دخله جميله في الاول فيها نمط شرقي، لانه بعد كده بنتوزع في يعني خبايا وفي دهاليز وفي حارات وحاجات وحوارات ما بين آلات الى اخره. لكن خلينا بس ناخد مع الناس الجزء اللي هو في البدايه له نفس شرقي كبير وعالي قوي. بقى عين مزاج شرقي خالص من بعد بداية كانت تخض، وبعدين روحنا في منحنيات بعد كده. صح، ده واضح انه انت يعني في حاجات من جوه كتير ملعبكة. ما هو يعني اللي حصل فينا كلنا كده يا أستاذ يسري، اللي حصل كلنا فينا كده. طب ممكن، طيب طالما سمعنا الدخلة دي ممكن نسمع اللي هي كان بدايتها اللي خلتني في الاول مش عارف محتار، يعني ده شرقي ولا بيحاول يكون يعني يخطط طريق مختلف تماما عنه، لانه ده شرقي قوي، الحته دي شرقيه قوي لدرجه انه احيانا في بعض الحاجات شعبيه واخده النغمه دي مش كده؟ صح صحيح صحيح. ممكن نسمع من حضرتك بقى يعني نموذج اللي هو في بدايه الابداع التوحد اللي انت عملته، على الاقل يعني الدخله بتاعته كده ندي طعم للناس مباشر منك دلوقتي. Thank you.
بعدين بقى بدأنا ندخل بقى على القانون والناي والبركشن والتشيلو وغيره كله. مفيش آلة ما قالتش لوحدها، مفيش. المجموعة مجموعة أصيل طبعا، جنسيات مختلفة، حضرتك مصري وفي أخو حضرتك كمان على الناي، أخويا الأكبر. نعم نعم نعم، محمد عنتر. عنتر عازف الناي المصري. نعم. لكن في طبعا سلوى خليل فلسطينية. نعم. وفي غسان سحاب لبناني، وفي فرح كمان لبنانية، وفي لما معظمهم لبنانيين بحكم ان هم يعني انا كنت بدرس في الجامعه 7 سنين. فمعظم مثلا عندنا مثلا ماريا غيجو من البرتغال بتعزف تشيلو. وعندنا جوست تيرنبل واحد من البركشنز بيعزفوا. ممكن اقف قدامه شويه بقى جوس. جوس ده انا لقيته جاي لي سنه 2008 في لبنان. لقيته بيخبط عليا الباب الساعه 11:30 بالليل وبيقول لي عايز اتعلم عندك. 11:30 بالليل في لبنان جالي وخبط عليا الباب. حد ده الله يهديك يا ابني، قلت له كده. قلت له يا ابني والله، قلت له، قال لي انا جاي من، كان وقتها عنده ورشه اتعمل في سوريا، والتقى بحد من طلاب اللي كانوا يدرسوا عندي وقتها معايا، ولقيته الساعه 11:30 وهو جاي من سوريا، مفترض ان هو عنده اسمه ده طياره بعدها بيوم. بيقول لي انا عايز اتعلم عندك. قلت له اتفضل. قام اجل طيارته، قعد يعني استضفته وقتها يعني فتره، وبعدين رجع تاني بلده، ورجع تاني جه بعدها بفتره، وقعد فتره في 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 بيروت. وكده وبقى في اصيل من وقتها. الله جميل. استاذنك يعني نسمع حته من بداعته امبارح اللي انت كتبتها له. جوس جميل ونشوف. هو جميل جوس، اخذ سكسي عالي قوي طبعا في طبعا في الحفل طبعاً اللي اقيم مؤخرا في برلين. مصطفى، هو الحاجات اللي كان بيعملها اولا دي قالت ايه؟ ثانيا ده هو كان بيعمل الحاجات دي عشان انت قال له كاتبها له، ولا هو بيفن بيطلع من عنده؟ شوف، الاله هي اله الدومبك زرخاني. انا سمعتها في ايران من بتاع 13 14 سنه كده، كنت هناك في، وبعدين عجبتني فصممت ان هو يعني يعمل السولو بتاعه على هذه الاله. وعلى هذا الاساس اتاجل التسجيل من مارس 2015 لنوفمبر 2015. بقى على بال ما قدرنا يعني نحصل، لانه كان صعب، وهي آلة فخار فسهله الكسر جدا. واما الكتابه جزء منه مكتوب وجزء منه يعني انا قايل له يحصل كذا ثم كذا ثم كذا، بس خد وقت، يعني الوقت اللي انت حاسس انك عايز تنتقل منه من هذا الى هذا انت حر فيه، هو وغيره يعني. فهو في خط عريض معروف ان هو هيستخدم العصا، معروف ان هو هيستخدم الجلده هيضرب بيها، يعني هيحركها على الجلده عشان تطلع هذا الصوت اللي اشبه بخوار الجمل الى اخره، يعني معروف ايش هينعمل، بس الوقت او التوقيتات او السرعه او الانتقالات لا، هو تماما حر فيها من الالف الى الياء. خوار الجمل. طب طلع خوار الجمل ولا لا؟ طلعه اسمع يعني بس بعد كده دخلنا بقى على اشباح وارواح. نعم. انا طيب ماشي ماشي. الناس يمكن علشان تتابع احنا بنتكلم عن ايه، لازم نعرض جزء وبعدين نحكي عن Thank you.
فيلم رعب. طب ليه؟ مش هو خلاص انه ده يعني برضه زي ما قلت لك انه في هذه اللحظه اللي كل واحد هيطلع فيها صوت غير مألوف او اصوات غير مألوفه من قالته ومش هنكثف. يعني انت بتقول لهم خد راحتك طلع صوت غير مألوف صح، وبعدين بنشوف بقى ايه حسب ما بيطلع معانا صح، ونركبهم على بعض ويطلع الكلام ده والوقت برضه يعني حسب ما. وفعلا اللحظه دي بقى لحظه تمام الجماعيه او تمام الفرديه، يعني كل واحد فعلا فيها بيشتغل حر تماما. في ناس يعني دايما كل عرض ليها بيطلع اشياء جديده تماما، وبذات الوقت زي ما شفت ان احنا بنختم يعني بنبدا ونختم مع بعض في حوار. ممكن بقى حضرتك باعتبار ان احنا في الاستوديو وانت معاك العود دلوقتي نطلع اصوات غير مألوفه بس مش مرعبه قوي يعني. لا لا حاجة رعب بصراحة. طيب خلينا نشوف في نهاية الإبداع أو التكوين، أنا ما أعرفش تسميه إيه بتاع التوحد، أسميه مقطوعة، أسميه لحن، أسميه مش عارف، أنت بتسميه إيه؟ يعني عايز الحق بكل حيادية دون التعصب لي أو علي قدر المستطاع. هو في النهاية وصلة على فكرة، وصلة أوكي، هي مش وصلة تقليدية بالمعنى بتاع الجزء الأول أبدا، بس مقاميا نغميا هي وصلة. طيب خليني أرجع تاني معاكم مع السادة المشاهدين على الوقفة الأخيرة في آخر الوصلة دي لما وقفت، لأنه يعني عايز يعني لفت نظري جدا طريقتك في الوقوف، وكأن في صوت في جوه ذهنك وعقلك وروحك مثبتك صح. يعني اللقطه دي تدعو الى توقف كتير. خلونا نشوفها مره تانية يا جماعه، دي في نهايه وصله التوحد ومصطفى وفرقه او مجموعه اصيل. هي جاية اللقطة، بتفكر في ايه بقى هنا؟ بقولك كأنه العمل خلص وما خلصش لسه، يمكن والناس اخيرا الناس لما انت رفعت راسك انا خلصت. نعم، واو، وهذه اللحظة فعلا المفقودة في السي دي، في الألبوم، في الإصدار يعني. اللحظة بتاعت التوقف دي دي لحظة أنا شخصيا حسيت إن التواصل والارتباط الذهني والروحي ما بينك وبين الجمهور في لحظة صمت ربما كان أعلى من لحظات أخرى. على كل الموسيقى ليست إلا كسر الصمت. طب ممكن نكسر الصمت في الآخر بقى، يعني إحنا قربنا البرنامج يخلص للأسف، لكن لازم أديك الفرصة إنك تختار حاجة، لأن أنا عايز أختار بعد شوية. يعني ديل كده اتفقنا ولا لأ؟ طيب حاضر. طيب جميل جدا، نقول مثلا جزء من إضراب بتاعت عم أحمد فؤاد نجم. يا نهار أبيض. ولا
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ربنا يرحمه ويرحمنا. ويرحمنا والله. باسمك إله الشعب رب المضربين، الصايم المحروم على مر السنين، يا منشدين الحي حيوا حينا واحنا هنا عالعهد دايما مخلصين. أحلى الكلام الحب أوقات الشقا، محلى الأصايد في الشدايد والغنى، محلى الكلام الحب أوقات الشقا. إحنا اللي تهنا الطريق من بعضنا متفرقين، والحلم هو الملتقى. متفرقين والحلم هو الملتقى. يا رفاقة من متاهات الطريق، يا رفاقة من متاهات الطريق. لما الليالي يتخنق فيها القمر، يمشي الصديق في الضلمة يخبط في الصديق، والسكة بنت الخطوتين تاخد سنة. الله الله، سلمت. دي حاجة تعقد بقى. والله أنا عندي بقى حاجات كتير عايز أطلبها بصراحة، بس قبل ما نروح يعني خلينا نرجع للحفل المرة التانية اللي أنت عملته في برلين، وحاجة من الحاجات الآسرة اللي لها علاقة بالفولكلور، اللي هو بكل تأكيد له علاقة بالضرورة بالوجدان المصري والعربي الأصيل دايما. برضو حاجة اشتهرت بعد كده، بقت أغنية كبيرة اسمها الحنة. نعم. حنة يا حنة قطر الندى، يا قطر الندى. نعم. ممكن نسمعها تاني يا جماعة لو سمحتوا. Yeah.
سلوى خليل إحدى تلميذات مصطفى سعيد، هي فلسطينية ضمن مجموعة أصيل، فرقة أصيل. أنت بتفضل كلمة مجموعة. مجموعة، نعم. إيه الفرق بين مجموعة وفرقة؟ فرقة هي ناقصة فرقة. مجموعة بعمل جماعي يعني. مجموعة بعدين فرقة تفكرك بقى بال... هي ناقصة بقى فرقة وعسكر وجيش وبتاع، خلاص كفاية، خلينا مجموعة أحسن. خلينا مجتمعين كويس. طيب اختياري بقى قبل ما نروح، انا سمعت لك قصيده ما كانتش انت ما غنتهاش في الحفل الاخير في برلين للشاعر اليمني الكبير الله يرحمه عبد الله البردوني. نعم. حكامنا، ممكن نسمع؟ حاضر حاضر. شكرا. حبيب تعجب من شيبي على صغري إني ولدت عجوزا كيف تعتجب حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا وإن تصدى له المستعمر انسحبوا هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم ويدعون وثوبا قبل أن يثبوا الحاكمون وواشنطن حكومتهم اللامعون وما شعوا ولا غربوا الحاكمون وواشنطن حكومتهم اللامعون وما شعوا ولا غربوا القاتلون نبوغ الشعب ترضية للمعتدين وما فتياتنا إن السماء ترجى حين تحتجب. الله. مصطفى سعيد شكرا لك، شكرا جزيلا. مش دش آين باللغة الألمانية تعني بمعنى من المعاني. احشر نفسك، شارك معنا بالكلمة والصوت والصورة من خلال هذه الأرقام وهذه الصفحات. حتى موعدنا في الأسبوع القادم، هذه هي السلطة الخامسة. طيب الله أوقاتكم.